ربطوني بالجنزير زي الكلبة، قعدوا يشدوني بيه وشربوني حاجة اسمها أيس. بعد شربوني أيس دخلوني أوضة النوم، دخلني الحمام، صورني صور وحشة قوي ونزلها على النت. وبعد ما صورني الكلام ده اتعدى عليا تاني، اختصمني تاني مرتين، 4 أيام محبوسة من غير أكل وشرب، ومفيش غير أيس بس، هما بيشربوني أيس. مشوني ربع يوم الساعة 2 بالليل، ادوني 200 جنيه، قالوا روحي روحي، انت قلت أي حاجة؟ قلت لهم تمام. ما فيش الكلام ده، ما حصلش مني والله، ولا اعرفها ابدا والله. يا عم انا كدابه. وبعد ما حسن غلط معاها هي حملت. تمام انت كده صح. سامحكوا بس حاجه، بس هو بيقول ايه؟ يا نورة والله العظيم انا حبيتك. ولا كمان حبيتك، اقسم بالله ولا كمان حبيتك. ليه انت اللي سبتني ومشيت؟ ليه؟ انا محتاج لك كتير. هو حسن قبل ما يموت كان شاكك في ياسر جوز امها. تمام؟ وجه حسن جاب الواد، وكنا في الموضوع ده كنت انا قاعد مع حسن وكنا بنحل وفي ناس موجوده، فقلت لحسن بصراحه هات الواد هبص في وشه. تمام؟ فبصينا في وش الواد، وبصينا جاب لي صوره ياسر جوز ام نورهان، لقيت ان الواد ميال، يعني شكله انا قلت حاجه ترضي ربنا. تقدر تصورها ازاي وتبعتها؟ وكل اللي انت بعته ده كله هبعته لك بكره في محضر على الاسم، ولو ما جبتك ابقى خوف، وهخلي احمد عبده وهخلي كلهم يتفرجوا عليك. هعرفك هي بيت راجل ولا بيت، وهعرفك ايس ازاي تشربها، عاوز تشربها ايس، عاوز تشربها سجاير وتربطها بالجنزير، كل ده هعرفك عليه، عشان انت مش راجل، انت مارة وتربيت مارة اصلا. انت لسه مالكش طلاق عليا دلوقتي، فاهم؟ انا بوضح للمتابعين ان نوريان كدابه. يا عم انا كدابه زي انت بتقول، ما حصلش، انا ما اختصبتهاش ولا الكلام ده، وهي بترمي بال عليا. تمام انت كده صح. سامحكوا بس حاجه من تسجيل جوزي، بس هو بيقول ايه؟ ليه انت اللي سبتني ومشيت؟ ليه؟ انا محتاج لك كتير جدا يا نورة. ماشي ليه كده؟ يا نورة ليك انت، انا ما كنتش عارف. يا نورة انا كنت مريض. يا نورة انت عارفه حاجه زي كده؟ ماشي ده اللي توهنا عليك يا نورة. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. وانت بتتكسر قدامي وبضحك عليكي، وش انا ومش عارف تعمل ايه يا حسن؟ تعمل ايه يا حبيبي؟ ماشي يا نورة، يا نورة والله العظيم انا حبيتك. وانا كمان حبيتك، اقسم بالله وانا كمان حبيتك. انت مشيت يا نورة، انا لا بنام ولا باكل ولا بشرب. ولا انا، ولا انا، اقسم بالله والله يا بنت حبيتك، بس من لله السبب. وانا يا نورة مش قادر اعيش انا ما بشوفكش تاني. انت بقيت عني اهو، مش شايفك يا حبيبي، راضي ربنا. امك ارجل بيتي، امك ارجل بيتي وكويسه يا ابني، خلي بالك من امك. انا يا ابني ابوك اهو، انا عشان انا وسخ ونكس، خلي بالك يا ابني من امك يا ابني، اوعى في يوم من الايام تفرط فيها. امك كويسه وشريف ومحترم، واي حد يقول لك اي حاجه على امك. احمد عبده قال ما حصلش الكلام ده، طلع عليا كدابه وقال ما حصلش الكلام ده، وقال وحمايه كمان قال ايه؟ ما فيش، هي مش مراته ولا كاتبين ولا اي حاجه. تمام ماشي، انت ما تعرفش حاجه عني. دي قسيمه الجواز، صوره من قسيمه الجواز. وبصمه مين دي؟ وبصمه مين دي؟ وبصمه مين دي؟ بصمه علاء اخو جوزي، وبصمه حمايه، وبصمة جوز مامتي، وبصمتي، وبصمة جوزي. دي قسيمة الجواز. زي هما بيقولوا عايزين يعملوا تحاليل للواد. انتوا جيتوا ليه يوم الولادة بتاعتي؟ حماتي جت، حمايا جه، اخوات جوزي جم، البنات، هو مش ابنكم، انتوا جيتوا يوم الولادة ليه؟ وكمان احمد عبده بيقول ما حصلش الكلام ده. ازاي؟ ازاي ما حصلش؟ يا عم انا كدابة زي انت بتقول، ما حصلش، انا ما اختصبتهاش ولا الكلام ده، وهي بترمي بال عليا. تمام انت كده صح. التسجيلات جوزي، سامحكوا بس حاجه من تسجيل جوزي، بس هو بيقول ايه؟ مراتي كانت بتستجد فيها، وانا قاعد احمد عبده بيضرب فيها. احمد عبده بيضرب فيها، سمعت ان هي قايل عليهم كلام مش كويس، وراح للفيلا قال لي طلعتها.
راح من عبده ولما غصب عنها. رحنا الفيلا خلوه طلقني واحمد عبده نام معاها غصب عنها. سمعتوا الفيديو؟ اما قالوا عليا انا كدابه وبتبلع لاحمد عبده. ماشي انا كدابه، هو جوزي كداب زي احمد عبده بيقول هو هيتفكر في الموت اما هيتفكر مراته او عياله؟ لا هو هيتفكر في مراته وعياله وهيفتكر الحقيقه، مش هيتفكر في الموت. لا هو بيقول انا قاعد في بلدي وقدام ناسي وقدام الكلام ده، قاعد في بلده وناسه، قاعد في ناحيه زراعه او في حته غيط. لا اطلع بره البلد وصور بره البلد وقول انا بره اهو ومفيش حكومه بتدور عليا. هو هربان هربان في حته الزراعه، الحكومه بتجيبه بيستخبى في الموز، بيستخبى في الشجر. انا مش كدابه في حاجه. وبيقولوا انا بشرب مخدرات. تمام عادية منظر واحده بتشرب ايز او مخدرات او الكلام ده هو بيقول عليها. تمام ناخد العبيط غايت على قد عقله. تمام في تحاليل تثبت، يعملوا لي تحاليل مخدرات، لقوا ان انا بشرب مخدرات زي هو بيقول يحبسوني. انا كده مش غلطانه في اي حاجه، يعملوا لي تحاليل مخدرات وبيقولوا على ابني دوت مش ابنهم، احمد عبده بتاع مخدرات. وكمان في الحته ومتصور فيها امبارح او النهارده على الفيسبوك عنده الدولاب بتاع المخدرات، حته كده هم بيقولوا عليها دولاب بيبيع فيها مخدرات. احمد عبده اساسا شغله مخدرات. اوريك الصوره ومتصورها، ادي الصوره ومتصورها النهارده قدام الحته اللي تحت بيقولوا عليها المخدرات الدولاب، الحته دي اسمها الدولاب. تمام ماشي. بيبيع فيه ايه بقى؟ بيبيع فيه مخدرات. ايه بقى مخدرات ايه يعني؟ ما اعرفش. ايه الحته دي اسمها الدولاب بتاعه المخدرات. ادي الحته اهي مستخبي قاعد من ناحيه البحر عشان الحكومه جت ينط من ناحيه البحر. ادي المندقيه الكبيره اللي بيقول ما عايش اي حاجه، ادي المندقيه الكبيره هي ديت بتاعته هو. توش عرفك ان دي ايه؟ نزلها على الفيسبوك. نزلها على الفيسبوك وابنه ماسكها كمان. يعني عنده بندقيه. وادي السنجه هي السنجه والمطوي. انا مش كدابه في اي حاجه، احمد عبده كداب. وكمان ابو حسن بيقولوا بيبيع مخدرات والكلام ده، انا ببيع مخدرات زي هما بيقولوا. هي الحكومه هتسيبني؟ تمام. إيه الحكومه مش هتسيبني. زميلي دلوقتي اتحبست، او اخويا زي هو بيقول اخويا بيبيع مخدرات والكلام دوت، إيه الحكومه مش هتسيبني. رحمه امي يا حسن، لعرفك ازاي لخليك راجل واعرفك معنى كلمه المره تقدر تصورها ازاي وتبعتها، وكل اللي انت بعته ده كله هبعته لك بكره في محضر على الاسم، ولو ما جبتك ابقى خوي وهخلي احمد عبد وهخلي كلهم يتفرجوا عليك. هعرفك هي بيت راجل ولا بيت، وهعرفك ايس ازاي تشربها، عاوز تشربها ايس، عاوز تشربها سجاير وتربطها بالجنزير، كل ده هعرفك عليه عشان انت مش راجل انت مره وتربيت مره اصلا. اسمع بقى يا ماما، ده تقريبي فاهم؟ تقريبا حكيت له كل حاجه، ما حكيتش على كنت خالص، حكيت له على جوزي. فاهم قلت هو قنعني وصورني في الحمام. وانا ما انا كنت راجل انشرها. وانا والله العظيم انا ما رحتش رديت على ناس كبيره ومش هخليهم يبصوا لك تاني تبقاش انا. بقول لك انشرها واطي حسن. انا اصلا ما بص انا اصلا كل لهم عارفين انا مراتك. فاهم؟ لغايه دلوقتي مراتك، واجيب لهم الورقه. دلوقتي مراد انت لسه مالكش طلاق عليا دلوقتي. فاهم؟ حطها في دماغك. انا بوضح للمتابعين ان نوريان كدابه في كل اللي هي قالته. نوريان كدابه في كل اللي هي قالته. عايزك تحكي لنا استاذ احمد عبده، نوريان اللي قالت ان هو اعتدى عليها جنسيا وشربها مواد مخدره، هنعرف دلوقتي منه الحكاية كاملة وتفاصيل اللي حصلت معاه. عايزك تحكي لي ايه اللي حصل، يعني طبعا انت سمعت اللي هي قالته عليك نوريان. تمام. عايزك تحكي لي تفاصيل واحكي لي الحقيقة. تمام. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان اللي هي بتقوله كله ما حصلش. تمام؟ وكدابة. وبعدين احنا هنا في الارياف. هي بتقول ان انا جيت ومعايا ناس وخدناها الساعة 3 بالليل بالعافية هي وجوزها. تمام؟ وبتقول ان انا اختصبتها اول يوم مرتين وفضلت سايبها عندي بعد كده
حابسها عندي 3 ايام من غير اكل ولا شرب وبشربها ايس تمام. وبعد كده بتقول ان انا الساعه 2 بالليل اديتها 200 جنيه وقلت لها روحي. طيب هي لما روحت بقى ما طلعتش ليه على مركز الشرطه تثبت حاله بالكلام اللي حصل بالاعتداء اللي حصل زي ما هي ما بتقول؟ هي قالت ان انت هددتها وهي كانت خايفه منك. تمام، لو انا كنت مهددها زي برضو ما بتقول كده كانت هتفضل لحد الان متهدده وما كانتش هتتكلم لحد الان. تمام، لكن الموضوع الناس مش فاهمه الموضوع، الناس بتتعاطف معاها ولكن مش عارفين صلب الموضوع. عايزك تقول لي صلب الموضوع. نورهان الفتره اللي فاتت دي طلبت مني فلوس. تمام، وانا ما اديتهاش طبعا. فقالت لي والله لا افضحك ومش هسيبك ومعايا تسجيلات بتثبت الكلام اللي انا بقوله ده. يعني هي طلبت منك مبلغ مالي. تمام، انت ما رضيتش. تمام، فهي عملت كده بسبب كده. قالت لي والله ما هسيبك، انا هفضحك في مصر كلها. تمام، يعني في واحده هتشرد نفسها وتقول ان انت اعتديت عليها كل ده عشان خاطر انت ما اديتهاش فلوس؟ يعني في حد هيعمل كده عشان بسبب كده ولا انت شايف ايه؟ هي دماغها جابتها في كده، عامل لها ايه؟ يعني هي اتجهت. لا، حصل اللي انا بقول اللي انا بحكي ده حصل. وقالت برضو ان انت يعني موت جوزها. تمام، عايزك ترد على الكلام ده. بالنسبه لحسن، السبب في موته، السبب الرئيسي في موته نورهان. تمام، لان حسن كان بيحبها لدرجه الجنون. تمام كده، وكانت دايما تطفش من حسن تسيب له اللي ايه. هي ما كانوش عايشين مع بعض راجل ومراته، لاني هي معهاش قسيمه جواز. تمام، وما فيش فعلا قسيمه جواز، لاني هم كانوا يعرفوا بعض كده بس. تمام، واهل حسن. تمام تمام، اتفضل. انا من ضمن الناس بالنسبه لاخواتها، لاخوات حسن وابوه، انا كنت معاهم في الراي ان دي ما تعيش في وسطنا. طب معلش اسالك سؤال، هي كانت بتطلب منك فلوس على اساس ايه؟ هي متعوده ان هي بتطلب منك دايما فلوس؟ او كان في مثلا ما بينك وما بينها عشم لدرجه ان هي تطلب منك فلوس؟ لا، انا بس اوصل الناس معرفتها بيا الاول ايه. تمام، معرفتها بيا الاول حسن، يعني اول ما عرفتني. تمام، حسن كان حصل بينه وبينها غلطه. تمام، فطبعا امها كانت عايزه ان حسن، وبعد ما حسن غلط معاها هي حملت. تمام، فكانت عايزه امها عايزه حسن يكتب على نورهان، وحسن كان رافض، وحاولوا كتير ان هم ان امها تخلي حسن يكتب عليها، حسن كان بيرفض دايما. فلجأوا لي انا. تمام، فطبعا انا جيت حليت. انا بحكي الموضوع ده، ده سبب معرفتي بنورهان. تمام، ويعلم ربنا باللي انا بقوله. يعني انت ما كنتش عارف نورهان من قبل كده؟ عرفتها لما المشكله دي ارتبطت بحسن. لا، ما كانتش مرتبطه بيه، ده هو حسن دخل عليها. تمام، وكان رافض، وهي حملت منه، كان رافض ان هو يكتب عليها. تمام، فلما لجأوا لي انا حليت حل يرضي ربنا سبحانه وتعالى. تمام، قلت له يا حسن انت دخلت عليها فعلا؟ قال لي حصل ودخلت عليها. قلت له تمام، هي دلوقتي حامل؟ تمام، امها بتقول هي حامل. قال لي هي حامل، بس انا شاكك في ياسر جوز امها، ان ممكن يكون الواد ابنه او ابني، انا مش متاكد. قلت له تمام، يبقى انت تكتب عليها يا حسن، وموضوع الواد ده بعد كده نبقى نعرفه. جوز امها اللي طلع معانا دلوقتي في الفويس، اللي هو قال يا حسن انت ليه شربتها، ده جوز امها. جوز امها كانت عامله له من حوالي ساعه ما حسن ما دخل عليها، كانت عامله لياسر جوز امها قضيه اغتصاب، وراحت شالتها بعد كده. يعني برضو جوز امها اعتدى عليها قبل كده. هي كانت عامله قضيه اغتصاب ليه؟ معرفش اعتدى عليها ولا لا. اتفضل كمل. بعدين هي دلوقتي قالت ان انت اتهجمت عليها في البيت، وجبت ناس وضربتها هي وحسن جوزها، خطفتهم للفيلا عندك. بص يا استاذ، انا ما عنديش فيلا خالص. تمام، وبالنسبه للي هي بتقوله، احنا هنا في ارياف والناس كلها تعرف بعضيها كويس. يعني انا بالعقل كده، يعني اللي ربنا اداهولنا، لو فكرنا شويه هنشوف كلنا ان هي كدابه. يعني انا مفيش ولا واحد من الجيران طلع وشاف الكلام ده وشهد؟ طبعا ده مش معقول. هي قالت لما سالناها على الجيران، قالت ان الناس يعني ايه بتخاف منك. لا ابدا، مفيش الكلام ده ابدا. تمام، هي كده بتكذب. انا محبوب في وسط بلدي، واللي هي بتقوله ده كذب وافتراء. تمام، وبعدين خلاف الناس، مفيش ولا كاميرا. طبعا الناس كلها تعرف دلوقتي ان الكاميرات بتركب قدام
قدام بيوت الناس والمحلات عشان الامان. تمام عشان الامان. تمام مفيش كاميرات جابتني يعني وانا بعمل كده لو هي كلامها صح. طيب بعد ما خدتها زي ما بتقول واختصبتها تمام ما ثبتتش عليا الكلام ده ليه؟ ما راحتش لاي جهه مختصه وثبتت الكلام ده ليه؟ وبعدين تفضل سايبه الموضوع ده 5-6 أشهر وتيجي تتكلم فيه دلوقتي ده ما يرضيش ربنا. زائد حاجه هي راحت عملت تحليل هي بتقول انها شربتها ايس غصب عنها وراحت عملت تحليل طلعت ان هي شاربه ايس وهي اساسا بتشرب ايس. يعني هي اصلا من قبل كده كانت بتشرب مواد مخدره؟ أيس. اللي خلاها تحلل ويطلع النتيجه ان هي شاربه ايس زي ما هي ما بتقول انا بشربه لها كانت عملت تقرير تبع المعمل الجنائي يثبت ان انا اغتصبتها. لكن مفيش تقرير بيثبت ده ومفيش معاها كمان أسمة جواز بتثبت ان حسن اساسا جوزها ومفيش شهاده ميلاد لابنها اساسا. تمام ولاد عمي مش معترفين بان الواد ده ابن حسن. حسن 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 لما توفى كان باعت فويس لنورهان على الواتساب قال لها فيه انا هموت والسبب موتي هيبقى احمد عبده. طبعا انت سمعت طبعا الفويس ده معانا في الحلقه لما استضفنا نورهان. ردك على الفويس ده ايه؟ حسن على فكره لما جه حسن اذى نفسه الاذى ده مش هو ده التسجيل مش ساعة ما كان بيموت حسن سجل الكلام ده لا التسجيلات دي قديمة. وبعدين حسن كذا مرة والله الكلام ده اخواته موجودين يشهدوا بالكلام ده والله العظيم هذا حصل ان حسن كذا مرة يعرض نفسه للانتحار وانا جيت في مرة الساعة 2 بالليل انقذته من الانتحار واتصلت بابوه واخواته جم خدوه. تمام حسن كان بيشرب ايس كتير وبدأ ان هو بسبب النورهان بدأ ان هو عقله يخرب. تمام والتسجيلات اللي هو بعتها لنورهان دي التسجيلات دي قديمه لان كذا مره يسجل ويعرض نفسه للانتحار مش اول مره يعني. طيب الصور اللي شفناها الصور اللي نورهان قالت ان انت صورتها لها وهي يعني بدون ملابس ساعه الخطف في الحمام ترد على الصور تقول ايه؟ ابدا والله ما فيش الكلام ده خالص. انا عندي بنات وما اقدرش اعمل كده في حد عشان كما تدين تدان. مستحيل طبعا حتى لو كان حد خصمي سواء راجل او ست مستحيل ان انا اعمل حاجه زي دي ابدا والله. طبعا يعني انت 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 حسن كان بالنسبه لك ابن عمك صح؟ بالنسبه لي انا عم حسن. انت عمه. تمام. بعد الواقعه اهل حسن ردهم كان عليك ايه او ردهم على اللي حصل ايه؟ انا قلت لسعادتك من شويه ان حسن عرض نفسه كذا مره للانتحار ومن ضمنهم مره انا انقذته فيها ودي كلها ماشيه ازاي وما كانوش راضيين على حسن ان هو يتجوز نورهان دي. يعني انتوا اصلا كنتوا رافضين اصلا دخول نورهان دي عيلتكم؟ ايوه تمام. طيب لو نقول الحقيقه دلوقتي يعني لو عايزين نعرف الحقيقه ترد يعني توضح للساده المشاهدين الحقيقه ازاي؟ على فكره الناس اللي متابعاها بيتعاطفوا معاها تمام ولكن والله العظيم اللي هي بتقوله كل ده افترى على الله. وبعدين بلاقي ناس بتشتم وناس بتتحاسبن عليا تمام وانا ما غلطتش في حد ولا ظلمت حد. تمام انا معايا تسجيلات تانية غير اللي انا عرضتها دي تاكد ان النورهان دي حد ما يسواش حاجه خالص وان هي بتفترى عليا. تمام وفي حاجات بس انا مش عايز اخوض في الاعراض. طيب هي ذكرت برضو نورهان ان انت كانت في واحده قاعده عندها في البيت في الشقه وانت اعتديت عليها جنسيا. طيب عايزك توضح الحقيقه. طب تمام يا باشا لو هو الكلام ده حصل بالفعل فين اللي انا اعتديت عليها جنسيا دي؟ هو كل ده كلام في كلامه بس مين هي وفين واسمها ايه؟ لو انا الكلام ده حصل كانت هتعمل لي هو اي حد بيروح يقول كلام كده وخلاص يبقى صادق فين ايه يثبت الكلام ده؟ مفيش يعني انا عايز افهم ايه اللي يثبت ما طلعتش اشتكتني ليه او عملت فيها بلاغ. تمام لو هي بقى كلامها صح ان انا تعديت على حد بالطريقه دي تمام ما راحتش الاهل ليه؟ طيب ما راحتش الاهل ليه؟ تمام ما راحتش العمدة بلدنا ليه؟ على فكره احنا بلدنا فيها عمده وراجل محترم. هو ما راحتش ليه للرجال المباحث؟ ما راحتش ليه لاسم الشرطه؟ تمام واسم واسم او سمع عندنا موضوع زي ده ما يعديش منه طبعا. الموضوع ده لو بجد وحقيقي زي ما البت دي زي ما نورهان بتقول المركز مش هيعديها مع ايا كان. هي بتقول البنت اللي انت اعتديت عليها دي مرات اخوها. طيب ما فيش الكلام ده ما حصلش مني والله. تعرفش انت مرات اخوها؟ ولا اعرفها ابدا والله.
طب دلوقتي الولد اللي هو ابنها اللي هي بتقول ان هو ابن حسن واهل حسن مش معترفين بيه، ابن مين هو دلوقتي؟ ابن مين الولد ده؟ هو حسن قبل ما يموت كان شاكك في ياسر جوز امه، تمام. وجي حسن جاب الواد، وكنا في الموضوع ده كنت انا قاعد مع حسن وكنا بنحل وفي ناس موجوده، تمام كده. فقلت لحسن بصراحه هات الواد هبص في وشه، تمام. فبصينا في وش الواد وبصينا جاب لي صوره ياسر جوز ام نورهان. بصراحه دي شهاده هتحاسب عليها قدام ربنا، لقيت ان الواد ميال يعني شكله قريب لحسن. انا خلاف بقى التحاليل والكلام ده كله، انا قلت حاجه ترضي ربنا ان الواد ده يشبه لحسن اكتر من ياسر كمان. انا لسه عارف الكلام ده على فكره، انا من الناس اللي هي ما بتابعش السوشيال ميديا، السوشيال ميديا والحاجات دي ما بتابعهاش. انا لسه فوجئت بالكلام ده قريب، تمام. وهرفع عليها قضيه، هقدم فيها بلاغ علشان هي شهرت بيا في مصر كلها. رد الاهل والاصدقاء اللي هنا حواليك لما شافوا ان انت عملت كده، ردهم كانوا ايه ساعتها؟ كل الناس في بلدي بتقول احمد ما يعملش كده، وفعلا انا ما اعملش كده والله. انت بتقول ان انت بريء من كل التهم المنسوبه لك، كل ده والله العظيم كذب وباطل.